Okay. Okay. सलामेकुम وعليكم السلام ورحمه الله خالد كيف اخباركم ان شاء الله طيبين؟ كيف صحتكم تمام؟ الحمد لله منور وجودك كيف اخباركم؟ والله تمام الحمد لله خالد الله يسلمك جايين جاهزين بكوباية الشاي بدري بدري عشان نستوعب الشغلانة كلها. يلا الله ان شاء الله. عامر ما شاء الله يعني صورتك دايما جميلة حبيبي يا غالي الله يديك العافية إن شاء الله يا رب كيف أخواتكم تمام؟ كنا دارين الإجازة اللي فاتت دي نكون مع بعض بهناك يا ريس يا ريت والله يا ريت والله العظيم يا أخي لكن شوفك سبحان الله يعني لكن إن شاء الله لكن... أنت في مكة ولا وين يا ريس؟ أنا في مكة أي أيوة والله في النسيم عبزونا مكه دي قالوا الحته الوحيده اللي ما الكوالي لنا طقطق. <applause> مكه الحالات فيها كثيره. السلام أيوة ورحمه الله. الله. كيف الاحوال؟ كيفكم يا شباب؟ الحمد لله نهاد الله يديك العافيه. الله يسلمكم. كيف رمضان؟ عليكم وعليكم السلام ورحمه يا مساء الحمد لله. الحمد لله. <applause> محبوسين بس غايته الحمد لله. ان شاء الله يعني ده انت حامل ربنا ان شاء الله يعني ربنا يرفع البلاء امين امين يا رب امين الشاشه الله 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 بتاعتي ظهرت لكم؟ مظبوط ظهرت أيوة ظهرت <applause> اوكي دعني. طيب بس اغير الم... السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الله بعيد شوية لا كويسة الصوت, الصوت كويس؟ كويس كويس أوكي أنا بس طيب. اي سؤال يا شباب اي سؤال يا شباب قبل ما نبدا ماشي القصه بقت اصعب القصة أيوة لأنه بعد دائرة يعني طوالي زولي يعمل أهم حاجة يقرأ المحاضرة ويمشي على يمشي على الأزيلة يعني فمهم مهم مهم جدا يعني زولي راجع. على الله تدش هذا إيه الدارين على في اليوتيوب يسوق في أي حاجة عندهم تمام يا شباب تمام <applause> هاي <applause> قديم يا سيما كان والله جميل جدا شكله <applause> ليوت <رجلتك>. مايكس <applause> يس اوكي آه okay. يا دكتور ايوه نعم يا ادم افتح أبت... افتح <applause> المايك الليله يعني كنت مشغول شديد في موجود عندي م... آه اي آه اللي انا كنت مشغول شديد كان كان شغال في شغل كده ايوه مايك انا تفضل آه كنت اللي انا مشغول كديد. كنت اللي انا مشغول شديد وما قدرت أحليت كويس يعني كنت شغال في شغل داتا كولكشن كده من الصباح ايوه خير ان شاء الله ما في مشكله انا انا بحاول انه الليله لانه ده اخر درس في الانتجريشن فحقوم افتح الكويزز كلها يعني الست ال السته كويزز اللي عملناها على الكويز بكره هفتحهم هفتحهم كلهم عشان اي واحد يعني عايز يراجع اي واحده فاتته ما في مشكله كويس خلاص انا بهلو بعد المحاضره بهلو برسل لك ان شاء الله تمام تمام جدا ما في مشكله يا شباب في سؤال ولا نبدا؟ طيب أبدا أسيوم إنه ما في سؤال طيب الليلة إن شاء الله هنتكلم عن الintegration management نواصل في ال integration management في ال integration management هنتكلم عن الـ manage project knowledge و عن the monitor and control project work the perform uh, integrated change control و بالـ Close project or or phase

عن الحاجه دي يا جماعه الحاجه دي قلنا لكم مهمه جدا جدا لانه فيها لانه فيها البروسيسز بتاعه البروجكت كلها فيها الخمسه بروسيسز الانيشيتنج والبلانينج والاكسكيوتنج المونيتورنج اند وفيها الكلوزينج اوكي okay? اي واحده من الحاجات دي انت المفروض تعمل فيها شنو دي تقسمت تحت حاجه اسمها النولج اريا نحن عندنا 10 نولج اريا اوكي امس بدينا في اول واحده اللي هي البروجكت انتجريشن مانجمنت انتهينا من الـ, charter, الـ project charter وانتهينا من الـ develop management plan okay. وخلصنا أمس الـ direct manage project work الليلة إن شاء الله بإذن الله هنجي نتكلم عن knowledge uh, manage project knowledge هنتكلم عنها ونتكلم عن الـ monitor and control project how we monitor and control uh, our projects وهنيجي نتكلم عن هناخد ال... زمن شويه في الانتيجريتد تشين كنترول لان دي من الحاجات المهمه في في اي بروجكت واخيرا حنختم بالاخر اخر بروسيس اللي هي كلوز بروجكت اورفس اوكي الديجرام دي يا جماعه اول ما بدي دي زي ما قلت لكم مهمه مهمه جدا جدا يعني يا ريت اي واحد يطباعها يخده في, في الديسكتوب بتاع الـ بتاع البي سي بتاعه المهم باي شكل إن كان حاول انه الحاجه دي تكون معاك لحد ما تمتحن او مش لحد ما تمتحن لحد ما تنفذ بروجيكتات وتبقى خبره وكذا يعني لانك انت ذاتك بتحتاج ليها عشان تدرب ناس يعني اوكي فناس البي ام اي ابدعوا فيها يعني اوكي دي بالنسبه للحاجة لل... دي اوكي نجي عندنا حاجه ثانيه يا جماعه اللي هي في الانتجريشن دي الحاجات اللي اتكلمنا عنها في الانتجريشن بصوره تفصيليه اوكي امس اتكلمنا آه عن ال... اتكلمنا عن البروجكت شارتر اخذنا فيه وقت وقتنا تماما يعني عرفنا انه البروجكت شارتر ومحتاج البروجكت كارثة يا ما مسؤولية البروجكت لكن البروجكت مانجر قد يكون مشارك في في التجهيز بتاعه اوكي البروجكت شارتر لازم يتمضي عشان البروجكت عشان البروجكت يبقى أوثرائز اوكي البروجكت شارتر لو ما يتمضى البروجكت مانجر ما حيقدر يعمل اي حاجه منو اللي بيمضي البروجكت شارتر يا اللي سبونسر يا الستيك هولدر في حالتين انه الستيك هولدر جهه حكوميه او كده او كلهم مع بعض المهم انت في النهايه البروجكت تشارتر ده يكون ممضي من من جهه انت عارفها عندك في البروجكت اوكي والسبونسر بيكون عارف انه امضته برضه موجوده في في تشارتر اوكي انتهينا من دي بيشيل التشارتر بيمشي للديفلوب مانجمنت بلان بعد ذاك بيبدا في البلان بتاع البروجكت بتاعه الانتجريشن دي دي مسؤوليه البروجكت مانجر ما 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 بيقدر يديها يوكل يوكل اي زول عشان يعمل له يعني ممكن التيم بتاعه يشاركوا معاه في البلان ودي مهمه جدا جدا انه التيم يشارك في البلان لكن دي مسؤوليته كلها انه الحاجات دي كلها تتعمل يعني بصوره دقيقه جدا جدا لانه ده بيعتمد عليها التنفيذ بتاع البروجكت كله وبيعتمد عليها النجاح بتاع البروجكت اوكي طيب نمشي في أي سؤال يا شباب؟ في سؤال والله كله تمام، سؤال طبعا أي... لو في سؤال واحد يرفع يده ما في سؤال طيب أمشي السلام عليكم أيوه عليكم السلام ليش <applause> بس الانفورميشن البروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم في التور والتكنيك بس كذا شرح لها بسيط بس معلش في وين معليش في الدايركت اند مانج بروجكت وير اللي هو في التورس والتكنيك اللي هو البروجكت مانجمنت انفورميشن اوكي System. ايوه بروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم ده يعني انفورميشن سيستم بيستخدمه البروجكت مانجر عشان يعمل بيه البلانس بتاعته عشان يعمل بيها الدوكيومنتس بتاعته يعني حاجه عندها علاقه بالاي تي يعني حاجه uh, بيستعملها سوفت uh, وير محدده جهاز محدد يعني كويس عشان يشتغل به يعمل به البلان بتاعته من ضمننا نحن امبارح تكلمنا عن البرو البروجكت اه اه مايكروسوفت بروجكت ده واحد من السيستم القويه جدا جدا ممكن الزول يستعملها عشان يعمل بيها البلان بتاعته بتعمل بها الكريتيكال باث بتعمل بها التايم تيبل بتاع ال بتاع ال البروجكت بتاعك تمام برضه الانفورميشن سيستم دي داخله فيها ال النولج، اوكي؟ انت مثلا النولج بتاعتك دي عندها انفورميشن سيستم معين بتحفظه فيها، عندك مثلا ويب سايت بتاع الشركه، عندك انترنت بتاع الشركه، اوكي؟ okay? دي اي حاجه عندها علاقه بالاي تي ميلي الحته دي شكرا شكرا تمام العفو تمام طيب نجي نرجع لل الدرس بتاعنا وين اوكي تمام طيب تبدأ بتاعتنا الليله ان شاء الله هنتكلم عن البروجكت نوليدج المانج هاو تو مانج البروجكت نوليدج هاو تو مونيتور اند كنترول البروجكت ورك هاو تو بيرفورم انتجريتد تشين كنترول وبنحتاج لها في شنو تشين كنترول بعد هاو تو كلوز البروجكت او الفيس لانه احنا قلنا ممكن البروجكت بتاعك لو كبير انت تقسمه لفيسز لكن بتتعامل مع كل فيسز كانها هي بتستخدم معاه البروسيس دي كلها يعني لحد ما تصل تكفيله قفله ليجل قفله اكيوريت بعد بترجع ثاني تبدا للحاجه اللي بعدها تمام؟ طيب عندنا يا جماعه في النولج عندنا اول حاجه حاجه اسمها النولج دي بتتقسم لقسمين يا جماعه عندنا حاجه اسمها اكسبليست نوليدج وتاسيت نوليدج الاكسبليست knowledge دي يا جماعه اي حاجه مكتوبه اي حاجه انت بتقدر تكتبها مثلا هاو انك انت مثلا تدرب زول مثلا تقوم تديه وتكتب له جايد لاينز تكتب له يوزر جايد دي احنا بنسميها اكسبليت نوليدج اي معرفه بتتكتب وبت يعني بتتشارك حاجه ملموسه اوكي دي نحن بنسميها اكسبليست نولج عندنا حاجه ثانيه يا جماعه اسمها التاسيت نولج او المعرفه الغير ظاهره المعرفه الغير ظاهره دي يا جماعه اللي هي الاكسبيرينس بتاعتك الخبره بتاعتك انك كيف تعمل هاو تو دو ثينجز اوكي البيليف بتاعتك اوكي في شغله معينه مثلا هاو تو سولف بروبلمز اوكي okay. دي كلها بتدخل في الحته بتاعت التاسيت نوليدج انت في البروجكت بتاعك ده كبروجكت مانجر طبعا سهل جدا اكسب نوليدج دي دي حاجه فيزيكال uh, يعني انت بتقدر ايميلز يوزر جايدز في سي ديز بتخط الانفورميشن ال 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 اللي انت عايزه وبتوزعها للتيم بتاعك لكن التاسيت نوليدج دي از فيري ديفيكال تو كوديفايت يعني انت تو كابشر النوليدج وتخزينها صعب جدا جدا لانه دي بس في العقول بتاعت بتاعت البشر، اوكي؟ ودي واحده من اسباب انهيار التعليم عندنا في السودان انه العقول كلها هاجرت من السودان ف او معظم العقول الجيده من السودان هاجرت فعندنا حصل انهيار في التعليم لانه ما عندنا سيستم بيعمل بيعمل نولج مانجمنت او هي اداره المعرفه، اوكي؟ التاسيت knowledge دي انت بتحتاج ليه. انت كمدير مشروع محتاج جدا تعرف التاسيت knowledge وتعرف كيف تديره وتشجع الناس انهم تشير النولج، يعني عندك الناس في التيم انك انت تشجعهم عشان يطلعوا النولج اللي عندهم دي، انت بت... لازم تكون عندك تكنيكس معينه يعني تشجعهم آه, تديهم مثلا آه, تعمل لهم مثلا سيمينارز، تعمل لهم كونفرنسز، آه, تديهم هدايا، تحاول انك انت از تستفيد من النولج بتاعتهم دي، لانه في ناس بطبيعتهم ما بيعرفوا يشاركوا ال الخبره اللي عندهم النولج اللي عندهم دي وكمان في ناس بيبخلوا عادي كده يعني ما ما بحاولين انه والله النولج اللي عندي دي انا اديها للشركه دي ليه؟ يستفيدوا وبعد شويه البروجكت اذا ينتهي انا ما يكون عندي شغل اوكي؟ فانت كبروجكت مانجر يو نو هاو تو ديل ويز عشان كده في البروجكت مانجمنت بروفيشنال uh, ختينا الحته دي في بروجكت نولج مانج مانج بروجكت نولج اوكي؟ نجي في حاجة ثانية يا جماعة اللي هي نولج دي نيدز تو بي مانج ليش نو؟ ليه أنا عايز المعرفة دي أعمل لها إدارة جيدة أوكي أول حاجة أنت بتستعملها في البروجكت بتاعك الحالي وبتستخدمها في البروجكتات الجاية زي ما قلنا نحن في الليسون ليرند أوكي أنت برضك لازم النولج الموجودة عندك حاليا يعني في التيم بتاعك أوكي النولج دي تستفيد منها في البروجكت بتاعك الحالي ده الموجود يعني وانك انت كيف تستخدمه الاستخدام الصحيح يعني هو بالحته بتاعت الشير النولج يعني انك انت تعمل ليك سيستم انه التيم بتاعك ده كله يجي يشارك المعرفه بتاعته اوكي دي في لصالح المشروع وثاني في حاجه يا جماعه البروجكت بتاعك ده حيولد معرفه جديده يعني اسنان ناس شغالين في في خبره جديده بتتولد، في معرفه جديده بتتولد، طيب انت برضك كمدير للمشروع تعرف انك تستخدم الاستخدام الامثل للبروجكت بتاعك ده عشان تحقق اهداف البروجكت وبرضه في نهايه المشروع انك انت تقوم كلها تلم النولج دي وتخطها في السيستم بتاع ال... بتاع الشركة على سهل أنت تستفيد منه أو الناس الغيرك التانيين يستفيدوا من الحاجة دي تمام؟ طيب تاني عندنا حاجة يا جماعة عن الـ عن ال knowledge دي اتكلمنا عنها قلنا codified uh, explicit knowledge دي اللي هي المعرفة اللي بتكون في الكتب الحاجة الملموسة يعني اوكي اوكي دي سهل جدا انك انت تشاركها مع الناس يعني اوكي لكن المشكله في ودي لكن مشكلتها شنو يا جماعه؟ مشكلتها كبير مرات الناس ما بيقدروا يطبقوها صح، يعني انت مثلا ترسل لزول يوزر جايد ممكن ما يعرف يتعامل معه، اوكي؟ وكثير مننا جدا جدا الواحد يمشي يشتري له جهاز جديد، الجهاز ده بيكون فيه يوزر جايد بيرميه ما 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 يعني ما ما بيستخدمه ولا بيقراه، في حين انك انت لو قريته ممكن يسهل عليك حاجات كثيره جدا جدا، اوكي؟ فدي واحده من عيوب الاكسبليس نولج الكوديفايد اللي هي المعرفه المقروءه او المكتوبه سوري طيب طيب عشان كذا انت لازم يكون تتعامل معاهم الاثنين، تتعامل مع التاسيت نولج ومع الاكسبليت نولج. التاسيت نولج زي ما قلت لكم انك انت دي ما حاجه ما بتتكتب، يعني انا لو قلت لاي واحد فيكم تعال والله اكتب لي خبرتك، يعني مثلا عامر ده ما شاء الله يعني مهندس ناجح جدا جدا ربنا يوفقه. لو قلت له تعال يا عامر عليك الله بس اكتب لي انك انت بتتعامل التعامل الظريف مع مع الزبائن بتاعنا دي كيف؟ ما حيقدر، اوكي؟ يعني الا انت عامر ده تجيب ناس يدربوا لك، تجيب له كم نفر يدربوا لك، تجيب عامر ده ذاته في سمينار، تجيب عامر ده مثلا في كونفرنس تطلع لايف، اوكي؟ فهذه كلها الحاجات اللي بتخليك انك انت تكابشر ال ال التاسيت تمام؟ سؤال في سؤال يا شباب؟ في سؤال؟ طيب انا حاسالكم الفرق شنو يا جماعه بين بين الداتا والانفورميشن؟ العارف يرفع يده الفرق شنو بين الداتا والانفورميشن نحن بنسمع بكلمه داتا او داتا وفي نرفع آه وبنسمع بانفورميشن نهاد الدور عندك الداتا آه ال ال الداتا ممكن يكون فيها ارقام يعني أنا بدخل داتا معينة في الكمبيوتر مثلا إحصائيات آه كده الانفورميشن ال تكون معلومات معلومات علمية معلومات ثقافية ممكن تكون معلومات simple information ممكن تكون large information ما ما محصورة بأرقام More than... أوكي شكرا هيبة هيبة أهلاً الداتا الداتا هي أم الصوت اختفى <polarization> ما سامع انك صراحة في زول سامع ما يعني ما سامع نمشي لو سامة عبارة عن علي صوتك يا با. هبة هبة نحن ما سامع صراحة اسامة اضافة اسامة يلا يا شباب الداتا ايوه الداتا هي عباره عن معلومه خام عن حاجه خام كده ما محلله والانفورميشن حاجه كده محلله الواحد يقدر يستفيد منها طيب جدا جدا يلا دينام امثله الله يا خلينا دي <applause> عصرت عليك عصرت عليك طيب منو اللي عارف اللي عارف مثال سريع يا جماعه اللي ما عارف ينزل يده العارف سريع سلمى كده دينا مثال للديتا والانفورميشن اوكي طيب لما نقول انه مثلا ريد او رابيد او مثلا آه يعني قيمه بس معينه من دون ما يكون عندها اي مينينج ما عندها معنى في الحاله دي بنسميها ديتا زي ما قلت لك مثال او ريد مثلا ريد اللون احمر مثلا دي ديتا طيب اول ما تدخلها في كونتكست آه مثلا انا لابسه تيشيرت احمر كده معناتها انا اديتكم محادثه مفيده او في فهمتوا حاجه من الكونتكست نفسها بتبقى لنا انفورميشن حسي, حسي 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 هنا آه. الامريكان بيستخدموا داتا كلمه داتا اكثر من من كلمه انفورميشن ما عارفه يعني ليه؟ يعني هي في, يعني في في في, خ... في للاسف انه يعني دي, دي من الحاجات اللي فيها ميس كونسبشن يعني فيها فيها يعني فيها غ... فيها فيه غلط كثير يعني فدايما بيستخدموا داتا للانفورميشن وكذا يعني بيكون فيها يعني الـ 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 ما دقيق يعني تسميه ما دقيقه طيب يا شباب نمشي شكرا جزيلا طيب ممكن ايوه طيب ممكن ما لو عندي مثلا مشروع بتاع صرنبات مثلا لتصريف مياه الامطار ولا كده الانفورميشن دي حاجات عامه لكن الداتا دي مثلا داتا اللي سنين فاتت يعني حاجات حصلت اوريدي ارتفاع الامطار في السنين اللي فاتت يعني حاجات اوريدي حصلت اما لو دي ممكن تكون معلومات عامه يعني لا هي الداتا آه. هي الداتا دائما الداتا بس زي زي ما زي ما يعني المثال بتاع سلمى يعني الداتا دي حاجه ما ما يعني ما ما بتفيدك في حاجه الا تدخلها في كونتكست كونتكست كونتكس. اوكي مثلا انا سالت قلت لك آه 44 44 داتا دي ارقام لكن 44 شنو 44 شخص 44 كتاب 44 مشروع 44 ألف اوكي okay. فهي دي الفريق بين الفريق البسيط بين الديتا والانفورميشن شكرا يا شباب نمشي طيب انت كمدير مشروع ب... 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 باختصار انك انت الديتا دي لازم تراقب جيدا ولازم تدير اداره جيده ولازم تحفز الناس تشير ال... تشير الديتا بتاعتهم تمام طيب نجي نشوف الانبوت والاوتبوت وال, وال tools and techniques بتاعت المانج بروجكت نولج اوكي طيب اول حاجه البروجكت مانجمنت بلان دي البروجكت مانجمنت بلان دي مهمه جدا جدا عشان انت تعرف انك انت محتاج لشنو الداتا محتاج لشنو انفورميشن اوكي كل الكومبوننتس لما نقول كل الكومبوننتس هنا يا جماعه انا قاصد بها السكوب Management plan, قاصد بالي schedule management plan, قاصد بيها resources management plan, risk management plan, uh, stakeholders management, communication manage كل العشره كل العشره uh, knowledge area دي قصدي لما نقول all components تمام طيب ال project documents اللي انا محتاج لها هنا شنو؟ محتاج لليسون ليند ريجيستر ده مهم جدا لان انا بكتب فيه اي حاجة أي ليسون آه ليرند جديدة أو بستفيد إنه هو ذاته في الليسون ليرند القديمة أوكي البروجكت تيم اسايمنت طبعا دي واضحه آه الاسايمنت بتاع التيم انه منو بيعمل شنو اوكي شايف انا في سلمى ونهاد رافعين يديكم في حاجه والله دي من قبل اوكي طيب في البروجكت تيم اساينمنتس انت دي محتاج لها جدا جدا عشان تعرف انه منو بيعمل شنو وانك انت حتستفيد من الديتا بتاعته في شنو ومنو اللي عنده خبره في في شغله معينه ومنو يعني دي هنا نحن بنتكلم عن النولج يا جماعه اوكي بتجي برضه الريسورس بريك داون استراكشر دي برضه مهمه جدا جدا لانك انت بتكون عارف انه والله الحاجه الفلانيه دي دي كده انا اشوف مثلا ال 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 البهيه بتاعت البوضي منو في في العمال بتاعي مثلا بيظبطها تمام والله يا اخي مثلا في الزبير مثلا اللي بيكتب الريبورتس منو بتاع الـ يعني <وضح> بتاع يعني عنده سكيلز بتاعت كتابة التقارير ما عاديه خالد مثلا اوكي دي كلها انت بتحتاج ليها عشان تعرف منو عنده شنو اوكي وبيقدر يفيدك في شنو في الحته نحن بنتكلم عن الحته بتاعت النولج اوكي بعد ذاك السورس سيلكشن كريتيريا اوكي انك انت كيف اخترت السورس بتاعتك اوكي okay. دي برضو مهمه دي واحده منها يا جماعه اللي هي مثلا انت اخترت التيم بتاعك بيست اون وات انت اخترت التيم بتاعك هل انت اخترت الناس دي كلهم فريش جرادويت هل انك انت اخترت فيهم الناس ما عندهم شهادات لكن بس عشان الخبره بتاعتهم انت برضو محتاج للحاجه دي هنا برضو محتاج للسورس بتاعت الـ 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 الانفورميشن بتاعتك اوكي انت اعتمدت عليه شنو عشان مثلا تعيين الموظفين ديل بتعينك اوكي هل التعيين بتاعك ده كان جيد نحن بنتكلم عن عن السورس سيلكشن كريتيريا اوكي دي برضو بتلاقينا في 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 مرحله جايه وبنتوسع فيها اكثر يعني الستيك هولدر ريجستر يا جماعه دي برضه مهم هنا لانك برضه تعرف انه والله يا اخي الستيك هولدر الفلاني ده ممكن يساعدني في الحته الفلانيه لو انا احتجت له الستيك هولدر ده مثلا الستيك هولدر ريجستر مثلا برضه بحتاج له انه والله يا اخي الستيك هولدر احنا المفروض في نهايه المشروع نجتمع بيهم ونديهم نوريهم الحصه شنو في البروجكت بتاعنا ده اوكي فانت لازم تكون عارف انك انت كيف حتقدر تتعامل معاهم هل انك انت الناس دي كلهم ما عندهم مشكله ترسل لهم ايميلات وانتهى والله انك انت تلمهم وتتكلم معاهم تناقشهم كده يعني اوكي بعد ذاك الحاجه اللي انت بديت تنتجها الانجازات بتاعت المشروع انت محتاج ليها هنا عشان دي بتحتاج ليه الداتا بتاعتها او بتحتاج للنولج بتاعتها اوكي بعد ذاك الانتربرايز انفايرمنتال فاكتورز اللي تكلمنا عنها امبارح اوكي والاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس ديل بتلقوهم يا جماعه الاثنين اربعه وخمسه ديل بتلقون انبوت في معظم البروجكت مانجمنت نولج ارياز اوكي طيب لكن بتختلف يا جماعه مرات في انتربرايز انفايرمنتال فاكتور ممكن ما تحتاج له ما بتحتاج له في يعني انت عندك زي كم انتربرايز انتربرايز environmental factors يعني قريب ال 12 انت بتحدد بتح... محتاج لوينه في في الحته دي يعني مثلا لانك ما كلهم بتحتاج لهم ال 12 في كل الوقت اوكي بتحت... في حته بتحتاج ل لي... ل لي... 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 معينه برضه نفس الكلام على ال organizational process assets طيب نجي نشوف التول التولز اند تكنيكس انت هنا بتحتاج للاكسبيرت جادجمنت الناس الخبره اوكي بتحتاج بتحتاج للخبره بتاعتهم دي اوكي بتحتاج ليها عشان يدربوا لك التيم بتاعك بتحتاج ليهم عشان انك انت مثلا آآ آآ انه كيف قبل كده مثلا في حصل او في تغيير حصل التغيير ده يتعالج كيف اوكي فالناس الخبره ديل بتحتاج ليهم الناس الاكسبرت جادجمنت ديل يا جماعه ممكن يكونوا من بره الشركه او ممكن يكونوا في التيم بتاعك يعني اوكي زي ما تكلمنا قبل شوي عن الحته بتاعت كتابه الريبورتس ومثلا بنعرف والله واحد فيهم بيعرف ينظم الكونفرنسز والكورسات للتيم وكده يعني ده انت محتاج له هنا عشان يعمل لك دائما دورات للاستاف بتاعك. انفورميشن آه مانجمنت يعني ده برضو حاجة عندها علاقة بالاي تي يعني يكون عندك آه انت تعرف كيف انه النولج بتاعتك دي تحتفظ بها هل بتحتفظ بها هارد كوبيز ولا تحتفظ بها مثلا في في جهاز بتاع الكمبيوتر عندك في في الشركة ولا عندكم سيرفر معين ولا عندك ويب سايت كده يعني تيجي للانتربيرسونال تيم سكيلز هنا حدد لك ال interpersonal and team شنو؟ اول حاجه اكتف ليسننج مهم جدا جدا انت عشان عشان تاخذ معرفه من زول انت لازم يكون عندك عندك السكيلز بتاعت الاكتف يعني تستمع ليه لما هو بيتكلم تعرف انك انت والله الزول ده مثلا قال شنو وحتستخدم الحاجه اللي في فيه شنو اوكي ممكن هنا الاكتف ليسننج ده يا جماعه تستخدم نوت تجيب اثناء ما الزول بيتكلم ممكن يكون عندك نوت تسجل فيها الحاجات بتاعتك اوكي ممكن تسجل له، اوكي إنه والله اسنام الزول ده بيتكلم عشان تقدر انت ترد عليه رد مقنع يعني تمام فاسيليتيشن هنا الفاسيليتيشن يا جماعه انت محتاج ليه انك انت تعمل فاسي... فاسيليت للتيم ده عشان يدوك المعلومه الـ 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 المعلومه الجيده المعلومه الصحيحه أوكي، يعني لازم يكون في ده الدور بتاعك أنت يكون فاسيليتيطر تعرف أنه والله يا أخي نحن ننزل اه نقدر نحطهم مع بعض كده عشان يقدروا يطلعوا لنا الحاجة دي أوكي؟ الليدر شيب سكيلز اتكلمنا عنها كثير نتوركينج انت يكون عندك سيستم بتاع نتوركينج مثلا زي الصفحه بتاعت ناس ما شاء الله دكتور انور دي دي اللي هي نتوركينج سيستم بيتجمع الناس كلهم الناس الخبره اي واحد بيجي بيجيب النولج بتاعته واي واحد شير النولج بتاعته بدون بدون خوف وبدون انه حيحس انه والله الداتا بتاعته دي ما ما مهمه يعني انت لازم يكون عندك تشجيع للتيم بتاعك عشان يديك النولج اوكي okay? في البوليتيكال اويرنس دي مهمه جدا جدا انك انت تعرف واحده من واحده من البوليتيكال اويرنس دي اللي هي يا جماعه مثلا الديتا بروتكشن انت تكون سوري آه, دي ما دي ما هنا الديتا بروتكشن دي دي في الاورجنايزيشن في الانفايرمنتال في الانتربرايز Environmental فاكتورز يا جماعه في الحته دي واحده منهم الداتا بروتكشن اي دوله بتختلف من الدوله الثانيه في في الحته بتاعت الحته بتاعت الديتا بروتكشن اوكي بوليتيكال اويرنس انت تكون عارف البوليتيكال الحاصله في البلد شنو يعني مثلا انه والله في انتخابات حتجي الانتخابات دي ممكن تاثر على المشروع بتاعنا ده شنو نحن نكون ملمين بالمعلومات بتاعت الحاجه دي اوكي okay? الاوتبوت اللي عايزينه من الحاجه دي يا جماعه طبعا اوف كورس الليسون لين ريجستر اوكي ده انت محتاج ليه آه محتاج للبروجكت مانجمنت بلان ابديت يعني انت النولج دي استفدت منها عشان تعمل ابديت للبلان بتاعتك استفدت من النولج دي مثلا عشان انه والله في ريسك معين انه انا آه عرفت كيف من الـ من الـ الناس الخبره انه الريسك ده والله لو حصل انا بتعامل معه كيف انا زمان كنت فاهمه غلط اوكي جيت هنا لما في الحته بتاعت المانج بروجكت نولج فهم عرفت معلومه جديده فبعمل ابديت للبلان بتاعتي اني كومبوننتس ما بالضروره كلهم يعني ممكن جزء منه ممكن كلهم حسب انت بتحس انه والله المعرفه دي الجديده اللي اكتسبتها اثناء المشروع ده بتنفذ ب بتقدر تعمل بها ابديت لاي بلان طبعا بتعملها للابديت اللي لسه ما ما ما, ما, ما تنفذت اوكي بعد ذلك برضه بتعمل organizational process assets update اللي هي دي من ضمن lesson layered register اوكي okay. دي بتعمل بتعمل ابديت للحاجه دي او للفاكتور دي اي سؤال يا شباب في الانبوت اوتبوت بتاعت المانج بروجكت نولج الدايجرام ده يا جماعه هيكون مكرر معاكم في كل كل يوم هتشوفوه ثلاث مرات اوكي فبعد شيء حتكونوا فاميليا ويد، يعني في حاجات كثيره مشتركه يعني تفضل يا خالد 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 شايفك رافع يدك لكن ما سامع عنك اروح السلام عليكم يا دكتور انت في الـ في الانتربيرسونال اند تيم سكيلز دي كل مرة مثلاً في يعني مثلاً في مرحلة مرحلة Manage Project Knowledge في حاجات جديدة مثلاً زي الـ Networking في ال اويرنس Awareness الحاجات دي هل الانتربيرسونال Interpersonal Team Skills مف... هل أحفظ الحاجات بالضبط الموجودة في المرحلة المعينة ولا آه. عادي يعني؟ لا هي انت تفهميها بس ما 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 بالضروره تحفظيها تفهميها لانه بتختلف يعني انت مثلا عندك الحته بتاعت البداية في البروجكت شارتر نحن عندنا انترفيوز من عمل انترفيو للستيك هولدرز اوكي في المرحله هاي. بتاعت المانج بروجكت نوليدج ما محتاجين للانترفيوز محتاجين للنتوركينج مثلا محتاجين للبوليتيكال اويرنس برضه نحن محتاجين لها في الـ في البروجكت شارتر ومحتاجين لها في البلان بتاعنا انت تفهميها لكن بعد شويه باي تايم بتلقي انك انت خلاص يعني شبه حفظتيها يعني. وبتستخدميها في الوقت المناسب يعني مثلا انت ممكن ممكن يكون يعني الحته بتاعت مثلا النيتوركينج اوكي ممكن انت المشروع ده ما فيه ناس كتار يعني الحته بتاعت النت دي ما محتاجه لها كثير يعني. لانه مثلا بروجكت شغالين فيه خمسه انفار يوميا انتوا قاعدين في المكتب مع بعض اوكي انت ما محتاجه تعملي نتوركينج اليوم لانه دي خلاص اوتوماتيكلي المكتب ده بيقاليهم لهم الحته بتاعتهم اللي بيقدروا بعد ذاك يتناقشوا فيها مشوا اللانش مع بعض بيتونسوا يوم الجمعه مشوا يتغدوا في في مثلا في 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 الحدائق او وات ايفر الحته شنو يعني بيكونوا مع بعض لكن لما يكون البروجكت كبير ويكون فيه حتات مختلفه لانه ممكن البروجكت يكون كولوكيشن يعني يكون فيه آه ناس برا السودان وناس جوا السودان وفي جوا السودان ذاته في مدن مختلفه فلازم انت تعملي لهم نتوركينج خلاصه القول في الحته دي يس الانتر بيرسونال انتي سكيلز دي بتختلف من في, في اي نوليدج uh, اريا لكن ما بالضروره تحفظي يعني انت بس تكون عارفاه يعني ناس دي, دي بال, بال بالممارس انت حتعرف والله الحته بتاعت النوليدج مانج بروجكت نوليدج دي انت محتاجه لاكتيف ليسننج محتاجه لنتوركينج اوكي وضحت الصورة تمام 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 شكرا خالد انت عايز تقول حاجة <متقال> ايوه بالنسبة للانبوت في النقطة بتاعت الديليفربلز ايوه هل مقصود فيها المايلستونز ولا لا؟ لا 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 دي مقصود بنت الحاجات اللي انجزتها شنو؟ اها اوكي عشان تعرف انه الحاجات اللي انجزتها دي هل بتديك بتديك معلومة جديدة؟ المعلومات الجديدة اللي عرفتها عنها شنو؟ اوكي المعلومات أوكي. المعرفه اللي استخدمتها انت عشان تصل لل للديليفر دي شنو؟ طيب اوكي بالنسبه للتوزن اند تكنيكس الفاسيليتيشن اللي هو مقصود بال... بالنسبه للبروجكت مانجر صح؟ ايوه البروجكت مانجر اللي هو بيلعب دور بتاع فاسيليتيشن عشان يشجع ال... التيم بتاعه انه يشاركوا المعرفه بيناتهم يعني ويشاركوا يعني مقصود... الخبره بيناتهم ما هو مقصود فيها لو لو في اي عقبه بالنسبه للتيمز اللي موجوده انك انت تكون كفاسلتيتر انك تزيل العقبات دي او تسجل اه طبعا أو طبعا تريد. لكن هنا بس مقصود بها في الحته بتاعت تشير النولج لأنه إحنا بنتكلم آه. عن البروجكت نولج لكن كلامك آه. صح مظبوط، ايوه شكرا استاذة نهاد حته بتاعت الـ اللي هي بروجكت تيم اساينمنت دي مقصود بها شنو؟ دي مقصود بها انك انت لما, لما عملت البلان بتاعتك لما عملت البروجكت مانجمنت بلان اي واحد من التيم حيعمل حاجه معينه اوكي دي, دي انت محتاجه لها هنا عشان تعرفي انك انت الزول ده حتطلعي منه بمعرفه شنو حيقدم لك شنو في الحته بتاعت المعرفه نحن يعني بنتكلم هنا بس المعرفه ماني بروجكت نوليدج يعني المعرفه بتاعت بتاعت المشروع يعني لانك انت لما يكون عندك عارفه كل عندك السيفيهات كلها بتاعت التيم بتاعك بتقدري تعرف والله الزول اللي عنده خبره في الحته الفلانيه ده وظيفة بطريقه كويسه مش كده بطريقه كويسه بالضبط كده أيوة. ايوه تمام تمام <تصفيق> <تصفيق> تمام نمشي للحاجه اللي بعدها طيب نجي للحته بتاعت المونيترنج المونيتر اند كنترول بروجكت في المونيتر اند كنترول بروجكت يا جماعه إحنا عندنا اللي هي خلونا نشوف الاوفر فيو اول حاجه انت هنا المهمه بتاعتك او انت يعني محتاج للحاجه دي للمونيتر اند كنترول بروجكت ورك انك انت تتراك ريفيو وريبورت البروجكت بروسيس انك انت البروجكت بتاعك ده يكون اندر كنترول عارف انه البروجكت ده وصل وين آه طلع شنو آه في اي مشكله حصلت في اي مشكله غاد تحصل اوكي في اي تشينج نحن جبناه عملوا له ابروفد وجينا نفذناه هل انه نحن ممكن ثاني نغلط في نفس الغلطه اوكي فده الشغل بتاعك هنا بكون مونيتورينج ايفريثينج اوكي مونيتورينج ريفيوينج اللي هي ريفيوينج البلان ريفيوينج لو في تشينج مثلا يتنفذ اه حتيجي تشوفه ثاني هل التشنج ده خلاص المشكله اتحلت اوكي برضو ريبورت البروجكت بروسيس انت طوالي بعد ده الحته بتاعت ريبورتنج والله إحنا وصلنا كده المايلستون كده عملنا كده الليسون ليند كده كويس يعني دائما انت بتكون في حته بتاعت ريبورتنج اوكي طيب انيبل تو انشور ذا اوبجيكتيف ميت نفس الكلام يعني انت هنا مهمتك تكون عامل حسابك انه اي اوبجيكتيف من البروجكت ده انك انت ماشي لها بطريقه بطريقه سليمه اوكي لانك انت بعد شويه خلاص حتمشي للمرحله بتاعت في البروجكت لانك من المونيتور يعني كنترول لو ما عندك اي تشينج بعدين انت بتمشي للمرحله الاخيره اللي هي كلوز البروجكت او الفيس هنا برضو يا جماعه الحته بتاعت allows stakeholders to understand the current state of the project again هنا انا بتكلم عن ال, عن الستيك هولدر المؤثر اوكي okay. مثلا جهه حكوميه هي ستيك هولدر في المشروع ده انت لازم تديون ابديت في الحته دي لانه قلنا ريبورتنج انت لازم توريهم والله يا اخي نحن وصلنا كده عملنا كده كويس الحاجه دي يجوك هم زياره للموقع او انت ترسل لهم بتكونوا متفقين انه والله انا حارسل لكم الريبورت ده كل اسبوع او كل شهر كده يعني اوكي okay. enable to recognize the action taken to address any performance issues يعني انت لازم تكون اي حاجه اتعملت اوكي okay. أه تكون عارفة عشان تعرف بيها مثلا لو في اي شيء مثلا اي شيء حصلت في الحته دي اي مشكله حصلت انت هذا بروجكت manager انت كنت لازم تعمل لها ريكوجنايز تمام طيب نمشي لل نشوف الانبوت الاوتبوت انبوت ثاني بروجكت مانجمنت بلان كل الكومبوننتس لانه دي احنا دارين نشوف انه الكواليتي هاز been met. الـ risk انه ما عندنا اي ريسك اوكي الكوميونيكيشن اوكي كل الكومبوننتس بتاعت البلان الـ 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 ال ال انت محتاج ليها هنا في الحته دي ما كلهم بتحتاج لهم في اي بروجكت يا جماعه زي ما بروجكت زي ما قلنا بتحتاج لي بعض منهم اوكي مرات بتحتاج لي حاجه جديده يعني بتحس انه والله البروجكت ده بتاعك ده ما محتاج مثلا للثمانيه الموجودين ديل في البي ام بوك جايد لكن غد انت تضيف عليه حاجه من عندك لكن لو ضفت عليه اي حاجه من عندك انت بتكون عارفه في ال... اوكي من البدايه يعني تمام طيب انت محتاج للبروجكت دوكيومنتس اوكي زي الاسامبشن لوك نحن تكلمنا الاسامبشن لوك دي طلعنا بها من الـ من البروجيكتر تشارتر المرحله بتاعت البروجيكت تشارتر طلعنا بحاجتين البروجيكت تشارتر والاسامبشن لوك انت محتاج له هنا اوكي عشان تعرف انه والله الاسامبشن دي كلها تمام في اسامبشن جديده حتحصل مثلا في اسامبشن حتاثر انه والله البروجكت ده يكون الكواليتي بتاعته تكون ما مظبوطه اوكي فانت محتاج له هنا بعد ذاك في حاجه اسمها يا جماعه البيزكس اوف استيميتس انت قبل لما بديت لما بديت المشروع بتاعك ده عملت استيميشن للكوست للتايم لل للتايم للكواليتي كلها عملت لها استيميشن دي هنا مقصود بها البيزك اوف استيميتس يعني البيزك اوف استيميتس يعني احنا مقصود بها الكواليتي التايم الريسورسز الاسكيدل الاسكوب اوكي لانك انت لما تعمل البلان بتاعتك يا جماعه ان بتعمل از يعني ما بتكون اكيوريت ما بتكون يعني 100% إلا لو انت بعدك بتيجي تعمل مقارنه بين الحاجات الاكشوال اوكي okay والحاجه الاستيميت تمام دي هنناقشها برضو في الـ في السلايد الجايه بعد ذاك الكوست فوركاست الكوست فوركاست يا جماعه هنا مقصود بها شنو مقصود بها انه انك انت في المرحلة بتاعة المونيترنج كنترول دي مثلا البودجيت بتاعتك وصلت الحتة الفلانية، هل انك انت ما عندك مشكلة؟ اوكي؟ انك انت البروجيكت ده حيتنفذ البودجيت بتاعته اوكي؟ ناجي للحتة بتاعت الايشو لات، انت محتاج ليها يعني اي ايشو اوكي؟ محتاج ليها عشان انت بتعمل في في مونيترنج كنترولينج لانه هنا بتيجي في الحتة بتاعت ممكن يكون فيها ريكويست اوكي؟ تشينج ريكويست محتاج للمايل المايل ليست عشان تعرف انه والله البروجكت بتاعك ده وصل المايل ستون فضل له كم مايل ستون اوكي الكواليتي ريبورتس محتاج ليها طبعا عشان تجز بيها تشوف بيها البروجكت بتاعك ده انه يعني ويزين ذا كواليتي السكيدول فوركاست انك انت انت والله كنت متوقع انه البروجكت بتاعك ده انت حسبت له انه ياخذ سنتين انت هنا لازم تكون في الحته بتاعت المورتنج كنترولنج دي تكون عارف انه والله البروجكت بتاعي ده ويصير مثلا سنه ونص، طيب في النص السنه الفاضل ده هل انه البروجكت بتاعي ده حيتقفل يعني حيتنفذ الميتال اوبجيكتيف بتاعته اوكي؟ ريسك ريبورت آه سوري بعد ذلك بنجي لحاجه اسمها الورك بيرفو بيرفورمانس انفورميشن انت دي محتاجها يعني انه اي حاجه حصلت في الحته بتاعت الاكسكيوتنج اوكي محتاج للانفورميشن بتاعته انه والله الديليفربل اي اتنفذت في الوقت المناسب بدون اي تشينج آه كده يعني انت محتاج للمعلومات بتاعتها دي عشان تعمل ليها تشيك اوكي الاجريمنتس هنا يا جماعه الاجريمنتس المحتاجين ليها الاجريمنتس مع الـ مع السيلرز لو انت البروجكت بتاعك ده هيجي حاجه يعني اوكي إن انت تجي تشوف الاجريمنتس بتاعتك دي مت ولا ما مت لانك انت في حد مونيتور ان كنترول البروجكت ورك بتجي تجيب الكونتراكتس دي كلها وبتشوف انه والله فعلا انه يا اخي والله نحن الزبون الفلاني ده اديناه حاجاته وكلها تمام وده الكونتراكت بتاعنا بتاع اللي عملناه معاه من البدايه تمام بعد ذاك ثاني الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز والاورجنايزيشن بروسيس اسيتس ده زي ما بتحتاج ليهم في معظم ال 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 project knowledge areas tools and techniques بتحتاج انت لـ expert judgment عشان to check the quality okay uh, بعد ذاك عندنا الـ data analysis حنتكلم عن ال data analysis دي بعد شويه okay uh, مقصود باشنو ال alternate analysis و cost benefit analysis and value analysis okay دي مقصود باشنو حنغشها في ال في السلايد الجاية decision making هنا يا جماعه الديسيشن ميكنج دي مقصود بها انك انت هل انك انت بتحتاج لي 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 change ولا ما بتحتاج لتشينج؟ اوكي؟ okay. انت بكونسلت التيم بتاعك اوكي؟ okay. مثلا في الحته دي جاء الكاستمر قال لك يا اخي انا الحته دي الشغله دي ما عجباني، اوكي؟ okay. انت ما طوالي بس بتشيل كلامه ده وبتمشي تغير له الحاجه دي لا لازم تمر بالبروسيس اوكي ال هنا الديسيجن ميكنج مقصود بها لما انت تجي تصل الى الحته بتاعت انه والله هل انه التشينج ده فعلا حيأثر علينا ولا ما حيأثر اوكي الميتينجز طبعا هنا ميتينجز ثقيله جدا جدا لانه حته بتاعت مونيتورنج اند كنترولينج اوكي الاوتبوت بتاع يا جماعه الويب بيرفورمانس ريبورتس اوكي التشينج ريكويست ملاحظين انه هنا التشينج ريكويست ظهرت لي هنا اوكي okay. انه هنا عملت انا مونيتور ان كنترول للحاجات كلها طلع انه والله في حاجه معينه فيها ديفكت انا محتاج ل ل تشينج فانت الحته بتاعت التشينج ريكويست هنا بتظهر البروجكت مانجمنت بلان ابديت اوكي حصل اي آ, تغيير في الـ في التشينج في المرحله دي بتعمل ابديت للمانجمنت بلان بتاعتك الابديت دائما بيكون لانك انت مثلا في في تشينج ريكويست اوكي وانس انه في تشينج ريكويست معناه انت حيكون في ابديت للبلان بتاعتك اوكي طيب ابديت البلان شنو في البلان اللي حنعمل لها ابديت حسب يعني حسب البروجكت وحسب البلان المحتاجه ابديت في بلان ما بتحتاج ابديت اوكي بعد ذاك البروجكت دوكيمنتس اللي بتعمل لها ابديت الكوست فوركاست زي ما نحن تكلمنا هنا عن الكوست فوركاست في الحته دي اوكي uh, عملت مونيتورنج اند كنترول اوكي لقيت انه والله فعلا انه يا اخي الكوست ده حيحصل فيه تغيير اوكي بتعمل بتعمل ابديت للريبورت للدوكيمنت دي هنا الايشو لوك في اي ايشو حصلت في المرحله دي انت بتعمل له ابديت الليسون لير ريجستر برضه بتعمل له ابديت حصل انه والله الحاجه الفلانيه حصل فيها كده وحليناها بالطريقه الفلانيه او احتاج ما قدرنا نحلها اذا حتمشي لتمر للتشج ريكويست حنجي نتكلم عنها في قبل النهايه بعد ذاك الريسك ريجستر اي ريسك حصل اوكي في المرحله دي انت لازم تعمل ابديت ولازم تعمل برضو ابديت للسكيدل فوركاست انت عندك خاتم والله المشروع بتاعك ده انتهي بعد اسبوعين حصل في تغيير انك انت طالبت بتغيير اوكي التغيير ده طوالي حيأثر على الزمن بتاع البروجكت اوكي انت عشان كده لازم تعمل تعمل ابديت تمام يا شباب في اي سؤال؟ اسامه شايفك شايف رافع يدك اسامه اوكي نمشي للسلايد اللي بعدها طيب هنا نيجي نتكلم يا جماعه عن الداتا أناليسيس تكنيكس الحته دي خلونا بس ناخذ فيها كم دقيقه هنا لانها مهمه وحتلاقينا في حاجات كثيره اللي هي تحليل تحليل الداتا انك انت في تقنيات معينه بتستخدمها او تولز معينه بتستخدمها عشان تحلل بها الداتا بتاعتك في كل مرحله أول حاجة في حاجة اسمها الـ alternative analysis اللي هي دي combination of correct معلش هنا في في غلطة خلوني بس أصلحها سريع عشان ما تعمل combination اوكي طيب الـ الـ ال alternative analysis يا جماعة قاصدين بيها قاصدين بها اللي هو شنو؟ انك انت بتعمل كومبينيشن عندك مثلا نحن في ال في ال في الـ اللي هي التشينج التشينج ده ممكن انت تعمل كوريكت لحاجه معينه اوكي حصل فيها يعني حسيت انه والله شويه الحاجه دي ما ما مضبوطه تيجي تعمل لها كوريكت اوكي او تمنع حدوثها من البدايه اوكي او ان الحاجه دي بتجي تعمل لها حاجه اسمها ديفكت ريبير يعني انت خلاص دي بقت وسط المرحله بتاعت الـ بتاعت الديفكت تعمل لها ريبير طيب انت بتجي بتحلل الحاجه دي تعمل لها كومبينيشن الموضوع ده هل بيحتاج انه والله كوركتيف ولا بيحتاج انه بريفنتيف مرات انت يا جماعه في حاجه دي بنجي نشوفها في الريسك مرات انت الثمن بتاع انك انت تمنع حاجه من حدوثها بيكون اغلى من انك انت لو الحاجه دي حصلت وعملت لها كوركت اوكي okay. فانت دي دي هنا مسميها يعني نحن يا جماعه الـ اناليسيس analysis اوكي ويتش وان ويل جو فيرست انا I have to uh, يعني وين انا بختاره هل بختار الـ corrective ولا بختار البريفنتيف preventive اوكي okay. نجي ثاني لحاجه يا جماعه اسمها الكوست cost benefit analysis دي انه برضه راجعه للحته بتاعت ال 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 الفوق فوق دي كويس انك انت انا والله لو داري اعمل uh, corrective action اوكي حيكلفني كم حيكلفني شنو اوكي انت بتعمل له بتعمل له اناليسيس تحليل نجي للحته بتاعت الان فاليو اناليسيس دي انت مثلا شغال في البروجكت بتاعك يا جماعه البروجكت بتاعك وصل مثلا 80% اوكي فالان فاليو اناليسيس دي بتكون البودجت بتاعت البروجكت مضروبه في البرزنتج بتاعت البروجكت بتاعك اوكي وصلت لها يعني مثلا نقول البودجيت بتاعك وصل 80% انت بتضرب البودجيت في 80% اوكي دي سيما الان فاليو اناليسيس بتعرف انه الحاجه اللي انت هتكسبها شنو دي برضه هنجي في الحته بتاعت البودجيت هنجي نتكلم عنها بصوره بصوره ادق لكن ده بس المعنى العام بتاع يعني عندك الكو الروت كوس اناليسيس ده يا جماعه مثلا مثلا يعني لا قدر الله واحد عنده صداع اوكي طبعا بيمشي للدكتور اوكي الصداع ده والله خلاص يعني بقى حاجه انوينج يعني مش للدكتور الدكتور طبعا عنده برسيجة معينه عشان يقدر يعرف بها الصداع ده شنو اوكي دي احنا بنسميها الروت كيس اناليسيس انت عندك مثلا مشكله في البروجكت بتاعك ترجع للروت سبب المشكله شنو زي ما بيقولوا ناس السياسه والناس بتاعين اللايفات وكذا تخاطب جذور المشكله، اوكي؟ فهي دي ذاتها تخاطب جذور المشكله، دي مش مش تخاطب جذور المشكله، تعرف جذور المشكله ذاتها شنو؟ عشان انت تقدر تحلها يعني ما 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 مخاطبه فقط يعني تمام؟ في حاجه اسمها تريند أناليسيس دي فوركاست الفيوتشر بيرفورمانس انه والله يا اخي البروجكت بتاعي ده بعد سنتين اللي بيحصل فيه شنو؟ بيست اون الحاجة اللي انتهت يعني مثلا أنا والله شغال في العمارة بتاعتي دي كويس آه, شغالين فيها لحد الآن الشغل ما شاء الله تمام جدا جدا ما في مشكلة واجهتنا والعمال دي نشيطين وكلهم مع بعض وكده كويس انت بتعمل انه خلاص معناه والله الناس ديل حيواصلوا بالطريقة دي لحد ما الشغل انتهي أوكي؟ حسيت انه والله واحد في التيم بتاعك ده يعني كده معذبك في الشغل عذاب يعني كويس فده انت محتاج تعمل له شنو كويس انت بتيجي تعمل بتا... بتا... له ترند اناليسيس بتحس ب... ب... بتقوم بتقارن انه شغله من البدايه اوكي وانه الزول ده طيب معناه والله لو واصل معي كده معناه حيدخلني في مشكله فاحسن انا اتخلص منه اوكي فدي اسمها ترند اناليسيس هي ممكن تكون بوزيتيف وممكن تكون نيجاتيف اخر حاجه يا جماعه الفيرينس اناليسيس دي اللي هي انك انت ال الحاجات ال ال الخلاص اتنفذت في البروجكت بتمشي بتغارينا مع ال مع البيس لاين بتاعك، بتمشي تغارينا مع الاكشوال بلان بتاعت البلان بتعمل لها مقارنه مع الحاجات اللي تنفذت. اوكي؟ يعني مثلا انا والله في البلان بتاعتي انه شهر قبل رمضان انه خلاص انتهي من 80% من المشروع. طيب جاء رمضان هل انه انا انتهيت من ال 80% ولا ما انتهيت منها اوكي دي اللي هي الفيريانس اناليسيس دي هنا بتوريك انه التاخير وين السبب التاخير شنو اوكي دي برضه راجعه واحده من الحاجات اللي انت بتعمل بيها آه بتست بتستخدم الروت كيس اناليسيس عشان توصلك للحته دي تعرف انه والله البروجكت اتاخر ليه ازيله 30 ثانيه للازيله ما سؤال؟ اوكي. المفروض البدايه ده يكون فيه لايك وديسلايك عشان الواحد يعرف انه الناس مبسوطين ولا أو ما مبسوطين. اوكي. نمشي للحته اللي بعدها. نجي للمونيتور مونيتور اند كنترول بروجكت ورك كونسيرن اوف كونسيرن اوف دي الحاجات المفروض انك انت يعني البروجكت في المرحله دي الحاجات المفروض تعملها شنو؟ جنرال سبيكينج يعني الحاجات عامه إنكم كومبير الاكشوال بيرفورمانس اجينست البلان انت بتقارن الشغل الانجز مع البلان بتاعتك اوكي ده هنا اللي هي الحته بتاعت المونيترنج كنترولنج من الحته دي بتقدر تعرف المشكله وين او قد آه تكون عندي مشكله في باقي تكمله المشروع برضو هنا يا جماعه ديتيرمن اني كوركتيف بريفنتيف اكشنز زي ما قلنا انك انت هتستخدم ال... تمنع ال... 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 الضرر يحصل 200 وتخلي الضرر ايجا وبعدين تعمل له كوركت 200 دي نحن لما نجي في الريسك بلان مانجمنت الحته دي هتوضح لنا اكثر Providing progression information دي مهمتك انت مدير المشروع في المرحله دي انت لازم طوال توري التيم ال... بتاعك وتوري الاسبونسر اوكي okay. والستيك هولدرز لو كان الستيك هولدرز ده معاك لحد الان بطوالي بتديون ابديت انه والله المشروع بتاعنا ده وصل الحته الفلانيه والحصل فيه كده وصلنا فيه كده تمام اي تشينج انت بتعمل له امبلمنتيشن هنا في الحته دي اوكي okay. بتتاكد انه والله سوري uh, مش بتعمل له امبلمنتيشن انت بتعمل له امبلمنت في الـ في الـ في المرحله بتاعت الاكسكيوت لكن انت بتعمل له مونيتور هل انه التشنج اللي طلبنا به بروف ده خلاص يعني المساله بتاعته تعدلت والله فيها مشكله اوكي فانت بتعمل له مونيتور في الحته دي اي سؤال يا شباب اوكي نجي للحته الثانيه يا جماعه الحته المهمه جدا جدا اوكي نحن قربنا نخلص باي الـ perform integrated change control اوكي okay. الحته دي يا جماعه بيجي فيها على الاقل من 20 ل 25 سؤال في الامتحان والطريقه بتاعت الاسئله زي فيها كم سؤال انا قبل يعني لزيته لكم في الـ في الـ في الكويز الحته بتاعت الـ change, change Quiz. change كويس في تكنيك معين احنا حنمشي حنعرف حنشوفه اسئله كيف انك انت لو جاتك مزله بتاعت change انت بتتعامل معاه كيف اوكي okay. دي الـ Input، وتولز اند تكنيكس والاوت بوت بتاعت البرفورم انتجريتد تشينج كنترول اللي هي البروجكت مانجمنت بلان يا جماعه بس باختصار كده في كل المراحل بتاعت الانتجريشن ال انت بتحتاج للمانجمنت بلان اللي هي الاكسكيوتنج والمونيتورنج اند كنترولينج والكلوزنج كلها انت بتحتاج للبروجكت مانجمنت بلان بتاعتك اوكي okay. هنا في حاجه اسمها يا جماعه تشينج مانجمنت بلان هشرحها بعد شويه في حاجه اسمها الكونفجريشن بلان السكوب بيس لاين دي نحن تكلمنا عنها امبارح اللي هي السكوب بتاع البروجكت بتاعك اللي عملته في اول حاجه في البلاننج اوكي ده بكون معاك هنا برضه السكيدل بتاعك عشان تقدر تعرف انه والله انا لو حصل تغيير البروجكت بتاعي ده الزمن بتاعه بي هيحصل فيه شنو والكوست برضه كويس بعد ذاك البروجكت دوكيومنتس اللي انت محتاج ليها البيزس اوف استيميتس برضو دي الكوست وال والسكودل والسكوب انت عملت لهم استيميشن كيف لانه لانه الحته دي بتاع التغيير الحاجات دي كلها واحده فيهم او كلهم هيتغيروا اوكي الريكوايرمنت تريسبيلتي ماتريكس دي انت تعريفها مثلا انت بتنتج في في قطع مثلا قطع بتاع غيار او بتقطع بتنتج في حاجه معينه اوكي انت لازم تكون عارف انه والله الماتيريالز الفلانيه انا بستخدمها في الحته الفلانيه دي محتاج ليها في الحته بتاعت التشينج لانه ممكن يكون في ديفكت في الري في الري في الحته دي ذاتها يعني اوكي بعد ذاك انت محتاج للويرك بيرفورمس ريبورت عشان تعرف انه التغيير ده ليه اوكي انت محتاج لريبورت الريبورت بتاع انه الله يا اخي الحته دي لما جينا ننفذها حصل فيها المشكله الفلانيه وكده دي انت محتاج لها في الحته بتاعت التشينج كنترول بعد ذاك التشينج ريكويست لانك انت دار تدرس التشينج ريكويست دي هنا في الحته دي اوكي بعد ذاك عندنا الانتربرايز Environmental فاكتورز زي ما قلت لكم ولا Organizational بروسيس اسيتس دي في كل تقريبا في كل النولج Areas. طيب نجي نشوف التولز والتكنيكس في الحته دي اللي هي الناس الخبره لانه ديل حيوروك انه والله يا اخي الحاجه دي محتاجه لتغيير والله ما محتاجه لتغيير، لو محتاجه لتغيير بتكلف منك كم؟ محتاجه ل... ما محتاجه لتغيير لكن في انك انت ممكن تتخلص منها اوكي؟ فهنا هم بيدوك بيدوك المعلومه الاكيوريت اوكي؟ بعد ذاك في حاجه اسمها تشينج كنترول تولز اوكي؟ داتا اناليسيس اتكلمنا عنها قبل شويه ديسيشن ميكنج في الحته دي يا جماعه الديسيشن ميكنج اللي هي الفوتنج تصويت التيم البورد ده جا ما وصلوا لنتيجه في التيم في ناس بيقولوا نعمل التغيير ده في ناس بيقولوا لا ما نعمل التغيير ده بيكون في نظام بتاع فوت اوكي بعد ذاك في حاجه اسمها اوتوكراتيك ديسيجن ميكنج ده بيكون نفر واحد بي... بيكون الصوت بتاعه بيقول خلاص يعني انه الموضوع ده خلاص يعني يدعم يدعم خلاص في مالتي كريتيريا ديسيشن اناليسيس اوكي دي برضه تولز اند تكنيكس المفروض البروجكت مانجر يكون عارفها بنتكلم عنها بالتفصيل زي ما تكلمنا عن الاناليسيس اللي قبل شويه دي هنا بس انت كمعلومات تكون عارف انه الديسيشن ميكنج بتاخد كيف المرحله بتاعت الـ المرحله بتاعت الانتجريتد تشينج كنترول بعد ذاك الميتكس طبعا اوف كورس انك انت حتجتمع حتجتمع مع الـ 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 الناس دي التشينج كنترول دي بيكون فيها منو يا جماعه؟ التشينج كنترول كوميتي دي بيكون فيها انت مدير مدير المشروع بيكون فيها الاسبونسر بيكون فيها الكستما لو انت بتنتج حاجه لكستما يعني حاجه بتتباع لكستما اوكي بيكون المفروض يكون موجود فيها وبكون موجود فيها الكي ستيك هولدرز يعني ستيك هولدرز يكون مهم يكون فيها وممكن يكون فيها يا جماعه اكسبيرت جادجمنت واحد من الناس السينيور اوكي okay? بتاع كواليتي او بتاع تشينج كنترول ممكن يكون عندك في الـ في الـ في الـ هنا منو اللي الناس دي يا جماعه مرات بعين البروجكت مانجمنت اوفيس اوكي لو كان كنترولينج او دايركتيف هم ممكن يعين الناس دي اوكي okay? او في حاله في حتى ثانيه بعينون الاسبونسر اوكي بقول لك يا اخي انت وفلان وفلان ديل يكونوا التشينج التشينج تشينج كنترول كوميتي اوكي مرات انت اللي بتعملهم انت اللي بتحددهم يعني حسب حسب نوعيه البروجكت وحسب الاوثورتي بتاعتك انت لو شغال في ويك ماتريكس ما حتقدر تعمل الحاجه دي Unfortunately. لو شغال في سترونج ماتريكس انت اللي بتعين التشينج كنترول كوميتي اوكي نجي uh, رجعنا ثاني لقينا انه الماتريكس والفانكشنال والبروجكتايز خشت معانا وين تمام الاوتبوت ابروفد تشينج ريكويست خلاص يعني التشينج ده حصل له درسوه وعملوا فيه فوتينج وديسيجن ميكن كل شيء وقالوا خلاص يا يعني جماعه تشينج ريكويست ده ابروفد اوكي طوالي تشينج ريكويست ابروفد انت حتمشي تغير البلان بتاعتك لانه ممكن التشينج ده يشيل منك ياخر المشروع وممكن ما ياخر المشروع يكون محتاج قروش زياده ممكن وممكن وممكن اوكي فعشان كذا طوال البلان بتاعتك بتتغير وين بتتغير حسب نوع التغيير اوكي بروجكت دوكيومنتس اللي عايز تعمل لها ابديت هنا التشنج لوك اوكي التشنج لوك انت بتكون خلاص سجلت فيه وإنه والله يا اخي التشنج ذا حصل له ابروفد وفي اليوم الفلاني والعمل له ابروفد الفلان الفلاني وبيكون فيه برضه هنا بكون في بكون في زي دوكيمنت يعني بكون في زي اجريمنت يعني بيتخطى عشان انه بعدين لو حصل اي حاجه والله ذا الكوميتي غررت في الـ في في التشنج ده اي سؤال يا شباب اي سؤال اوكي نمشي للبعدة طيب خلينا نشوف في معلومات عامه كده عن perform integrated تشنج كنترول اوكي في حاجه يا جماعه اسمها الريكويرد Management Plan اوكي okay. دي هنا الـ Required Management Plan في واحده من الحاجات دي هنا انا ما شايفها هنا لكن اوكي okay. حن... خلنا نتكلم عنها نشوف هي ذاتها شنو دي هي يا جماعه بتشيل معلومات gathered بتشيل المعلومات وتحللها وتعمل لها periodize من مين من الستيك من الستيك هولدرز انت قبل لما جبت الستيك هولدرز ديل في في لما دار تعمل البروجكت بتاعك ده دا لما دار تعمل البروجكت ارتر جبتهم وشلت منهم عملت لهم انترفيوز عملت لهم سيرفيس اوكي انت محتاج للحاجه دي وين؟ انت محتاج هي هنا اوكي ريكوايرد مانجمنت بلان تشوف انه التغيير ده هل حيضر الاكسبكتيشن بتاعتهم؟ اوكي لانه قلت لكم ممكن من الستيك هولدرز ديل يكون يكون الحكومه اوكي ممكن يكون البنك اللي حيمولك اوكي فانت لازم تاكين ان يور مايند الحته okay. دي الاكسبكتيشن بتاعتهم اوكي دي بنسميها ريكويرمنت مانجمنت بلان اللي هي تحليل البيانات اللي انت اخذتها من الـ من الستيك هولدرز وعملت لها بريورايتيز طيب في حاجه اسمها تشينج مانجمنت بلان دي كيف انه تشينج ده انت تعمل له مانج اوكي okay. وتعمل له كنترول عشان انت تكون التشنج ده ما تقع في نفس في نفس المشكله ثانيه يعني فلازم يكون عنده يكون عنده بوليسيس خاصه اسمها تشنج مانجمنت بلان اوكي تكون عارف انه والله تشنج ده انا حنفذه في في الوقت الفلاني منو اللي حيعمل له تشيك منو اللي حينفذه اوكي فانت بكون عندك حاجه اسمها تشنج مانجمنت بلان في حاجه اسمها تشنج كنترول سيستم ده ده حاجه ده سوفت وير ممكن يكون سوفت وير ممكن يكون يعني حاجه عندها علاقه بالبروجكت مانجمنت انفورميشن سيستم. اوكي ذا تشينج كنترول سيستم انت كيف تعمل كنترول للتشينج بتاعك ده. كونفجريشن مانجمنت بلان طيب يا جماعه نحن لما نحن لما عملنا الإسكوب بتاعتنا عملنا السكوب وعملنا كل شيء اوكي okay. جينا في مرحله عملنا ابديت للبلان بتاعتنا اوكي okay. انت حتعرف كيف انه الناس الشغالين معاك ديل شغالين في الابديتد فيرجن اوكي فعندنا حاجه اسمها الكونفجريشن مانجمنت بلان ودي جات قبل في الأزلة واحده من الازيله بتاعت ال بتاعت الكويز فاسع بعدين بعد المحاضره دي او بكره لو رجعت للكويز بتلقى فهمك للسؤال ده يا زاد لو انت جبته صح او فهمته فهم صحيح لو انت جبته غلط قبل اوكي فالتشنج الكونفيجريشن مانجمنت بلان دي يا جماعه انك انت تتاكد انه والله يا اخي الناس دي كلهم شغالين في الابديت يعني انا عملت ابديت لل لل مثلا للكواليتي مانجمنت بلان عملت لها ابديت اوكي، هل الناس ديل شغالين في الابديتد 1 في الجديده ولا شغالين في الـ في الفيرشن القديمه؟ اوكي. لما انا اتكلم فيرشن يا جماعه ما بالضروره تكون دوكيمنت لكن هم معاي في نفس الـ الـ الحاجه نحن قررناها اخر حاجه اوكي ولا لا؟ دي بتتاكد منها شنو؟ بيكون عندك حاجه اسمها Configuration مانجمنت بلان. اوكي. دي بتلقاها برضه في, في 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 الازله بتاعت الامتحان وبرضه بيجوكم في 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 الكويزز ومنحتاج لها قدام برضه اي سؤال يا شباب؟ ما في سؤال طيب نحن نجي لل طيب انت ميكينج لما تيجي تعمل تغيير مفروض الخطوات اللي انت تعملها شنو؟ اول حاجه انت كمدير مشروع حاول تمنع التغيير ده ما يحصل، حاول تمنع الحاجه اللي بتخليك انه والله التغيير ده يحصل، <متحدث> ما كله تغيير ضار يا جماعه ما كله تغيير ضار في تغيير انك انت بتعمله بدون ما تحتاج انك انت لل... لل... ل... امشي للكوميتي لل... اوكي حاجه بسيطه كده ممكن تتغيره والموضوع وال... يكون زي الفل اوكي فانت ده دورك انت تكون عارف انه والله يا اخي مثلا انا عامر ده آه في بعد بعد رمضان حيمشي السودان يعني عنده اجازه وكده اوكي طيب حياثر لي على المشروع بتاعي كويس طيب انا سريع اكون عارف والله انه خالد ده آه حمشي اجازه السعدي عشان يجي راجع لما عامر يكون ما فيه، اوكي دي كده انت شنو ما بتكون بيكون امورك امورك ظابطه اوكي فانت دائما uh as a project manager you have to know or you have to prevent the the root cause of the changes يعني تمنع التغيير من البداية عندك نمرة اثنين identify the need for the change انت ليه عايز تغير اصلا اوكي هل التغيير ده مهم للبروجكت ولا ما مهم ما مرات الكسنة ده بس بيجيك كده ومزاج كده قال لك يا اخي انا داير داير اغير الحاجة الفلانية ما طوال انت بس بب تمسك بتغيرها ولا تقعد تتشاكل معاه ولا كده لا انت اول حاجة تعرف انه ليه عايز تغيير ودي واحد من الاسئله اللي قبلها جاء في الكويس طيب بعد شويه انت خلاص انه والله يا اخي التغيير ده طيب اوكي القصة ده قال قال عايز تغيير انت حسيت انه والله التغيير بتاعه ده ميك سنس انه والله يا اخي فعلا يعني الزول ده ممكن يكون انت بتجي تشوف بعد ده تاثيره شنو على البروجكت تاثيره شنو على ال... على البيس لاين بتاعتك تاثيره شنو على الإسكوب تاثيره شنو على التا... على التايم على الكواليتي بتاعت البروجكت كويس انت بتقيس الحاجات دي كلها بعد ذاك لقيت انه والله حسبت حاجاتك دي كلها يلا بعد ده بتمشي شنو؟ كريت ذا تشنج ريكوست، بعدين انت بتطلب التغيير بصوره رسميه. اللي بيطلب التغيير بصوره رسميه منو؟ انت مدير المشروع. اوكي؟ الكاستمر ممكن انيشيت ممكن هو يجي يقول لك يقول لك والله انا عايز تغيير، الستيك هولدر ممكن يجي يقول لك داير تغيير، واحد من التيم بتاع انك حس انه والله في حاجه غلط جا قال لك والله عايز آه عايز الحته الفلانيه عايزه تغيير. اوكي؟ مونو اللي بيطلب التغيير الرسمي انت مدير المشروع. اوكي. Okay. بعد ده خلاص اه انت عملت سبميت لل للتشنج ريكوست بتاعك ده طلبت التغيير سواء كان بالتليفون بالايميل او لقيت الستيك هولدرز اللي سبونسر اتكلمت معاه والله نحن محتاجين للتغيير ده كده تقوم بعد ذاك شنو؟ تجتمعوا اوكي. بيرفورم انتجريتد تشنج كنترول دي هنا الكوميتي اوكي. Okay. الكوميتي انتهينا اوكي. Okay. Manage ستيك هولدر اكسبكتيشن انت لازم تكون عارف انه والله التغيير ده ما هيأثر على الستيك هولدرز اكسبكتيشن ما هيأثر على طموحاتهم اللي كانوا خاتنا من البدايه وتاني بكرر الستيك هولدرز اللي انا بتكلم معاه هنا الكي ستيك هولدرز يعني الستيك هولدرز اللي بيأثر على المشروع الستيك هولدرز اللي بيجي ممكن يجي يخد عصايته يقول لك يلا البروجكت ده يجيف اوكي فده انت لازم تكون عامل حسابه تمام طيب بعد ذاك مانج ذا بروجكت من ريفايس بروجكت مانجمنت بلان حصل التغيير وحصل له كل شيء وابروفت وكل شيء انك انت لازم البلان بتاعتك دي تعمل لها مانج على حسب التغيير يعني مشيت عملت الابديت للبلان بتاعتك انت لازم بعد ده مانج البلان الجديده تتاكد تماما انه البروجكت بتاعك ده والله ماشي حسب التغيير اللي انت طلبته تمام يا شباب في اي سؤال في الحته دي طيب مشينا اتفضل سلايد واحدة طيب نجي يا جماعة خلاص نحن البروجكت بتاعنا ده الحمد لله رب العالمين أول فيز بتاعتنا دي مشت كويس جدا جدا وصلنا المرحلة بتاعة القفل تقفل البروجيكت، الإمت شنو؟ البروجكت الانبوت شنو؟ البروجكت شارتر محتاج ليه عشان تعرف انه والله يا اخي البروجكت ده اه حقق الطموح بتاع اللي اتخطيته في البروجكت شارتر المانجمنت البروجكت مانجمنت بلان بتاعتك عشان تعرف انه والله يا اخي الحاجات كلها تمام البروجكت دوكيمنت محتاج لاي بروجكت دوكيمنت انت استعملتها في البدايه او خلال المشروع خلال الـ initiating خلال الـ planning خلال executing monitoring controlling اي دوكيمنت محتاج لها اوكي okay. accepted deliverables خلاص يعني البروجكت اذا انجز المهام بتاعته اوكي okay. برضه انت محتاج ليها هنا انبوت عشان بعد داك بتجي الاسبونسر او الكاستمر بيستلمها بامضاءات وبكل شيء، اوكي؟ البزنس دوكيمنت اللي انت محتاج ليها محتاج للبزنس كيس هتعرف انه والله يا اخي الكيس اللي عملته الشركه ده حقق الطموحات بتاعته. البنفيت مانجمنت بلان اوكي دي برضه اتكلمنا عنها في البروجكت شارتر. أوكي okay. أجريمنتس أي أجريمنتس هنا يا جماعة برضه لو مثلا البروجكت ده مع مع أي أي أجريمنتس حصلت في البداية مع الستيك هولدرز أنت محتاجها هنا عشان لما تيجي تسلمون حصل أي مثلا ديسبيوت أنت بترجع للأجريمنتس أوكي البركيورمنت دوكيومنتيشن المشتروات أي حاجة أنت اشتريتها أي فواتير كل شيء لازم أنت محتاجه هنا أوكي okay. برضه هنا محتاج للأورجنايزيشنال بروسيس اسيتس لو لاحظتوا يا جماعة ال ال الانتربرايس فاكتورز اختفت هنا خلاص لأنه أنا ما محتاج ليها أصلا يعني ما ما حتأثر علي بعدها المؤثرات لأنه أنا في مرحلة بتاعت بتاعت بقفل في المشروع يعني أوكي أو بسلم معنى أحلى بسلم في المشروع يعني أوكي Tools و Techniques أنت محتاج للـ للإكسبيرت Judgment هنا عشان الحتة بتاعة التسليم دي يكونوا هم قاعدين يدوك الأدفايس بتاعتهم. Data analysis أنت محتاج للـ document analysis يعني تعمل تحليل لكل الدوكمنتس دي. البروجريشن progression analysis أنه والله الـ ده project بتاعك ده مشى كيف ولحد ما وصل الحتة دي أوكي. Trend analysis اتكلمنا عنها في السلايدز القبل اللي فاتت. Variance آلي... اناليسيس يعني اي حاجه حصلت ديفيشن اثناء آه تنفيذ المشروع اي في تغييرات في كده اوكي دي انت محتاج لها ازا تول وتكنيكس. وتي... آه... ميتينجز بتجتمع مع ال... مع التيم بتاعك بتجتمع مع ال... الكستمر اوكي بتجتمع مع الستيك هولدرز عشان تسلمهم المشروع بتاعهم. الاوتبوت بروجكت دوكيومنتس ابديتس اوكي اللي هي الليسون ليند ريجستر ده لازم تعمل له ابديت هنا في المرحله دي. اوكي فاينل برودكت سيرفيس اور ريزلت ترانزيشن خلاص التسليم بتاع الهاند اوفر بتاع الحاجه اللي انتج لك البروجكت ده لو سواء كانت حاجه ماديه او حاجه او سيرفيس اوكي okay. او نتيجه فاينل ريبورت التغيير التغيير التقرير النهائي بتاع البروجكت اوكي okay. والاورجنايزيشن بروسيس اسيتس تعمل لها ابديت هنا تمام يا شباب دي المرحله الختاميه بتاعت الـ بتاعت البروجكت بس خلوني بس الخص لكم الانتجريشن كلها في السلايد الجايه واديكم المايك لنازله طيب يا جماعه الحته دي مهمه جدا جدا طيب انت كبروجكت مانجر عايز شنو او عايز البروجكت ده عايز منه شنو اول حاجه هنا الكاستمر او الاسبونسر انت محتاج ليه للبزنس دوكيومنت اوكي okay. عشان تشيل هي البيزنس كيس والبيزنس بنفيت البنفيت مانجمنت بلان اوكي محتاج للكمباني كلتشر اور ان existing سيستم محتاج للبروفايل بتاع الشركه الـ 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 الشركه دي قبل كده نفذت مشاريع انت محتاج لها هنا بعد ذاك محتاج للبروسيس البروسيسز والبروسيجر والهيستوريكال انفورميشن برضو. ديل هنا دي هنا كيف نفذت المشاريع الكلتشر بتاعتهم شنو؟ في تنفيذ المشاريع وهنا الهيستوريكال انفورميشن دي كلها محتاج ليها منو محتاج ليها البروجكت مانجر عشان يعمل شنو بتساعده ايدنتيفاي الستيك هولدرز اوكي محتاج انه هنا في الـ في البيزنس كيس لما البيزنس كيس ده يكون مثلا بخصوص مثلا كوبري زي ما ضربنا المثل بتاع الكوبري بين ام والخرطوم اوكي okay. انت محتاج لل للستيك هولدرز بتاعنك اوكي ومحتاج للتشارتر اوكي بتاع البروجكت طيب الاسبونسر انت محتاج ليه هنا عشان تساين البروجكت شارتر لانه بدون الشارتر انت ما حتقدر تنفذ المشروع او اصلا ما ما حيكون اسمه مشروع اصلا طيب ثاني جيت هنا البروجكت مانجر حتبدا شنو بروجكت مانجر ان تيم ديفلوب ذا بروجكت مانجمنت بلان خلاص انتوا استلمتوا الشارتر بتاعكم بتبدوا بعد ده تنفذوا تنفذوا البروجكت بتاعكم في الديتيل بلاننج ذا بروجكت مانجمنت بلان Uh, uh, is both into approved, realistic, and formal. Okay, دي دي الحاجات ال ال المفروض تكون لما تيجي تعمل detail plan أول حاجة تكون uh, يعني حاجة مغنعة يعني لما أنت تيجي تقدمها لل لل, لل sponsor بتاعك ده sponsor بتاعك طوال يوافق عليها يقول لك تمام يلا أمشي نفس وتكون حاجة realistic يعني حاجة تكون منطقية يعني أوكي okay? وتكون formal دي أهم حاجة يا جماعة في أي document plan في البول لازم تكون يكون في الحاجات يعني اوكي تقنع بها ال... ال... الناس أصحابين المشروع اوكي عشان طوالي يعملوا لك لها بروف وتكون منطقيه وتكون فورمال وانا هنا كنت من المحور بتاعت الكلى كتر خيركم اي سؤال تفضلوا اي تعليق اي فيدباك تفضل يا اسامه اسامه خالد طيب عفوا يا دكتور بس الشريحه اللي قبلها لو سمحت اه جدا no. اه سوري

في التولز اه ريجريشن ريجريشن اناليسيس ريجريشن اناليسيس دي دي واحده من ال انا ما بالكلمة بالعربي ما متاكد معناها شنو بالضبط regression اناليسيس لكن دي برضه واحده من انك انت بتجي بتجي تعمل بواحده من ال من التولز في زول قاعد يتكلم طيب اللي هي دي واحده من التولز اللي انت بتجي بتغارم بيها البروجكت Uh, performance بتاعك اوكي okay? واحده من انا بالضبط بالعربي ما اعرف المعنى بتاع شنو صراحه يعني <ممم> لكن واحده من الاناليس تولز uh, uh, او اناليسيس تكنيك انت بتستخدمها عشان تتاكد إنه والله البروجكت بتاعك ده مر بكل المراحل دي إسموزلي وبدون اي مشكله انا هفتش لك المعنى بتاع بالعربي واجيب لك طيب والترند اناليسيس عفوا ترند اناليسيس دي شنو يعني مثلا انه والله يا اخي زي ضربنا مثلا بمثلا عامل انه العامل ده مثلا من البدايه والله بي يعني شغله في اليوم بي بي بينجز لي مثلا من البوهيه الضرب بتاع البوهيه ده بينجز لي 80 يوميا بيعمل لي مثلا حيطه اوكي معناها بكره برضه حيجي يعمل نفس الحيطه اوكي بعد بكره كده يعني ده اسمه ترند السيس او انه والله يا اخي الراجل ده كله مره الشغل بتاعه ماشي في النه. الربع الاول بدا كويس ثاني نزل شويه ثاني نزل شويه اوكي دي دي اسمها ترند الحاجه دي اسمها ترند فانت طوالي بعد ده بتشوف له حل الراجل ده تمام اوكي شكرا الله يديك العافيه دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ايوه بس سؤال بسيط في حاجه عندك احنا مرينا عليه شويه في في السلايد الاولى او الثانيه حاجه اسمها الايشلوك الإيش دي هي يعني ممكن تكون اساسا قصدك مشكله يعني مشاكل ولا ولا الايشو اللي هو الدفتر دفتر عادي اللي هو زي دفتر الاحوال في الشرطه انت المفروض كبروجكت مانجر يكون عندك الدفتر ده موجود انه اي ايشو حصلت تقوم تكتب تكتب المشكله دي فيه تكتبه وانه حصلت 200 وحصلت وين والجا كلمك بالمشكله دي منه اوكي واحد أيوة. من العمال مثلا هو نشيت المشكله دي فدي لازم انت يكون في الريجستر ده بتكون تكون مكتوبه يعني لان دي بتساعدك في 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 الـ في 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 الروت كيس أناليسيس يبقى الريسك الريسك بلس الريسك اذا انا مثلا أكتب ريسك معين متوقع اكسبكتد ريسك معين قام الريسك ده حصل يعني هضطر اكتب طيب اكتب في صح؟ طب تكتبوا بتكتبوا في الايشو بتكتبوا في في انت الـ في, في, في الايشو والريسك ريجستر بتكتب الحاجات لما تحصل ما بتكتبها في الـ في الـ في الـ ما في التوقعات بتاعتك ما في البروكاست آه في الفوركاست اوكي اي اي ايوه دكتور هو دفتر الملاحظات دفتر الملاحظات بس حاجه كده يعني آه يعني الحاجه اللي حصلت الملاحظه الحاجه زوج شافة انها حصلت بيقوم بكتبها بالضبط كده آه سلمة؟ سلمى آه بس كنت عايزة أعمل مداخلة للزميل لل... على تسال عن موضوع الريجريشن أناليسيز آه طبعا حددت كلها لها علاقة بالستاتيستيك ساينس اوكي الريجريشن أناليسيز هو واحدة من التولز اللي احنا بنستخدمها يعني كأنه علم الاستدلال أو أنت بتعرف الريليشن شيب بين تو ديفرنت فاريبلز ولا ون فاريبلز ومعاهم مجموعة من الفاريبلز الثانية في الموضوع الستاتيستيك بحت يعني في الحتة دي اوكي تمام شكرا جزيلا <تصفيق> <تصفيق> ساره <applause> كنت عايز الفرق بين الاكسبليسيت نوليدج والتاسيت نوليدج لانه انا جيت في الحته دي بالذات دخلت المحاضره okay. عايز اعرف الفرق بينهم الاكسبليست الاكسبليست اي معرفه مكتوبه وبتتقري اي معرفه mm -hmm. مكتوبة. يعني مثلا كتاب كتاب ده اكسبليست اكسبليست نولج تاسيت نولج الخبره يعني مثلا جبتي كهربجي في البيت الكهربجي ده دقيقتين ما تماها يعني ظبط لك الامور تمام اوكي ما فتح كتاب ما عمل اي حاجه دي بالخبره اللي هو الـ 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 الحامله اوكي فدي نحن نسميها التاسيت نولج فالتاسيت نولج دي صعب جدا جدا انه نعمل لها كابشر صعب جدا انه نحن نقدر نحفظها الطريقه الوحيده اللي بنحاول نحفظها بها اللي هو بالتريننج انه نجيب الراجل ده يدرب لنا عمال آه يعمل لهم مثلا مؤتمرات وكذا الحاجه دي يعني فده الفريق بين التاسيت نوليدج والاكسبليس نوليدج اوكي تمام شكرا سلمى شايفك معلش مرة ثانية نسيت الاليات؟ اه okay, okay. اوكي اوكي <applause> <مثل> <applause> أي سؤال يا شباب ثاني؟ أي سؤال؟ أي سؤال في الانتجريشن كله لأنه خلاص خلصنا الانتجريشن بكره الكويز يا جماعه حتكون شامله لكل الانتجريشن وحافتح الكويزز كلها على اساس انه لو في اي واحد داري يعملها تاني في زول ما عمله. لانه في ناس كده انا ما حذكر اسمائهم في كم كويز كده جلوها يعني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله <applause> أنا بحل الكويز ومرات وم <applause> يا هو بشيل الدرجة خلاص لكن تاني مرات تاني لما نفتح الكويز ذاته تاني بلقاه ما محلول وفي كويزات بتجيني خلاص اني ودي بريسك احتمال يعني. انت احتمال بتكوني ب اه طيب انت لما لما انت اه اوكي انا عرفت ما دي مشكله هنا في السيتنجز انا دي بكون دائما دائما فاتحه على سن زول وداري اعملها اعملها مره ثانيه لكن المفروض في الكويز بتاعت الليله ما تكون الحاجه دي ظهرت لأنه انا حاسه لما ده جيت ده رايح لكم الاسئله لقيت ان النتيجه حقتي هنا اصلا انا حليت يعني من ما اخذت الطوال الرابط طوال ما جيت حليت يعني اوكي ما في مشكله دي مشكله دي تكنيكال م... technical... ايش حن... حنشوفها يعني او واحد من الشباب لو الحاجه دي برضه حاصله معاه نفس الشيء يا جماعه كده هل هل انا امتحنت يمكن ما ادريت اصلا ما معموله لا لا لو هل... عملتي لو عملتي سند <applause> خلاص لكن لو عايز تمتحني ثاني امتحني ثاني ما في مشكلة لا لا خلاص اديك عملت امتحان انت قفلت لي روحي خلاص اوكي فحكي. تمام ما شاء الله تبارك الله جود لا يعني قفلت جف... يعني غلطت وثاني جيت لما المرة الثانية ما عرفت الصح كنت عملت لي روحي جيت جفل يعني قفلت اه اوكي 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 انا افتكرتك قفلت قفلت الكويز يعني. <applause> لا 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 لا, لا. <applause> اوكي اسامة محمد عثمان يا دكتور بالنسبة شكله في تكنيكال بروبلم لانه يعني انا في في واحد من الكويز انا حتى كلمتك في الخاص حليت وداني الريبورت بتاعي محلول يعني حتى من راجعت عملت فيدباك للحاجات اللي فيها خطا اداني تيك على الـ على الـ على السؤال المحلول اللي هو كان صح يعني فمن جانب الايميل بتاع الريبورت جانب السؤال ما محلول يعني انا عامل سبميت وهو ظاهر انه محلول ومديني نتيجه عليه اتخصمت النتيجه بتاعته اتخصمت التيك اللي انا كنت عامله فيه حتى دي كان آه كلمت آه إيه. والله لك بس آه اوكي ما, آه ما في مشكله آه تمام تمام أنا عمي. 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 يعني انا انا قصدي لك لا قصدي لانه في ما ما الفكره انه السؤال هو شنو ولا موضوع بس عشان يعني المشكله آه ما ما تحصل آه ما هي مشكلة. هي تكنيكال هي تكنيكال في حته معينه يعني جدا جدا ما في مشكله جدا يديك العافيه الله يعافيك هاي يا شباب سؤال لو ما في سؤال يا جماعه خلاص انتهينا كتر خيركم كتير ونشوفكم بكره الكويز ليز يا يعني جماعه ما, ما تنسوا الكويزات لو في اي زول الكويز ما قاعد تصلوا لكن انا اي سو اسيوم انه باي ناو انه اي واحد يكون الكويز وصلته بتصل بتصل تمام يديكم العافيه أم. يا شباب الله يسلمك شكرا لك شكرا دكتور الله يديكم العافيه تصبحوا على خير شكرا مع السلامه مع السلامه